نشرة أخبار الساحل وفيها: بعد دعوات مطالبة بحوار سياسي يمهد للاستحقاقات الرئاسية، هل الأرضية جاهزة لحدوث أي تقارب بين أقطاب المشهد السياسي؟ الحكومة الموريتانية تؤكد تراجع نسب الفقر في مؤشرات الاقتصاد الوطني. وتتابعون أيضا في أخبار الساحل: حراك رسمي ومجتمعي لتسجيل العقوبات ضد الممارسات العنيفة والضارة بالمرأة. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط. السلام عليكم. أثارت دعوات أطلقتها عدة أحزاب لفتح الباب لحوار سياسي يمهد للاستحقاقات الرئاسية القادمة ردود فعل متباينة، لكن مراقبين للمشهد السياسي في موريتانيا يستبعدون أن تكون الأرضية جاهزة الآن لتحقيق هذا المسعى، خصوصا أن الحوارات السياسية الماضية لم تخلو من مقاطعة أحزاب المعارضة الراديكالية، والتي يدعو بعضها اليوم لهذا الحوار. الحوار السياسي بين الأغلبية الداعمة للنظام والمعارضة بشقيها المشارك في آخر حوار والمقاطع له، حوار يعود الحديث عنه من جديد وكأنه بات أمرا معتادا قبيل كل استحقاقات انتخابية. فبعد تصريحات الزعيم السابق للمعارضة بضرورة فتح آفاق لحوار جديد، يطل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكمة السيد سيدي محمد المحم في تصريح عبر إحدى وسائل الإعلام التلفزيونية ردا منه على تلك التصريحات، ومؤكدا على أن الأبواب مفتوحة للحوار أمام الجميع. فيما يرى بعض المراقبين للمشهد السياسي أن الحوار قد يكون مخرجا للمعارضة المقاطعة، أو ربما حلا يلوح في الأفق حول المرشح الموحد، أو حتى حسم المشاركة في رئاسيات 2019 من عدمها. مع هذا الحديث يبقى الحوار الوسيلة الأنجع لتلاقي الأفكار والملاحظات وتباينها على طاولة تجمع مختلف الأطراف المشاركة ليخرج بنقاط توافق واختلاف وتنازلات ثم اتفاق على خارطة تخدم المصلحة العامة للمشاركين. إذا سلم ذلك الحوار إن حدث من العناد، فهل يلتقي الجمعان بعد فراق دام طويلا، أم أن الوضعية ستبقى على حالتها القديمة؟ محمد الحافظ، الساحل تي في. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ وأستاذ العلوم السياسية نان وللمامي. أهلا بكم. مرحبا بكم. أحزاب معارضة توصف بالراديكالية تدعو لفتح الباب لحوار سياسي يمهد لرئاسيات 2019، هل الأرضية في المشهد السياسي الموريتاني جاهزة لأي حوار سياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتقد بأنه هناك، ممكن أن نقول بأن أصبحت هناك عقدة سياسية تتمثل في الدعوة الدائمة للحوار السياسي. صحيح بأنه الحوار السياسي هو شأن وعمل سياسي مفيد بالنسبة للأطراف في أي ساحة سياسية، لكن لكل ساحة سياسية خصوصياتها ولكل لحظة تاريخية خصوصياتها. وبالتالي أعتقد بأن المفروض أن يكون لأي حوار سياسي أرضية وزمن وظروف مواتية لذلك، سواء من حيث الدواعي والأسباب أو من حيث أيضا إمكانيات حدوث وحصول هذا الحوار. أنا أعتقد بأن الفترة الزمنية الآن للدعوة لمثل هذا الحوار هي غير جدية. لماذا؟ لأن الزمن ضاق على بلد سيشهد انتخابات رئاسية كبيرة، انتخابات رئاسية محورية أساسية بالنسبة للتاريخ السياسي للبلد. أعتقد في الأربعة أشهر أو الخمسة أشهر ما قبل الانتخابات يصعب أن يكون فيها حوار سياسي متوازن وطبيعي. دكتور، تاريخ الحوارات أو الحوارات السياسية الماضية شهدت مقاطعة أحزاب سياسية معارضة كبيرة، هل سنشهد إذن تقاربا سياسيا غير مسبوق؟
لا أعتقد أنه الأحزاب السياسية، الساحة السياسية الآن هي منقسمة انقسام طبيعي إلى أحزاب معارضة وأخرى محاورة، وبالتالي لا أعتقد بأن الحوار المطلوب الآن من أجل أن يخلق مسارات أو مسافات جديدة ما بين مواقف الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية، لا أعتقد أن الحوار بإمكانه أن يكون الآن، وبالتالي أعتقد بأنه الكل سيتصلب على موقفه ويعمل من خلال وانطلاقا من ذلك الموقف، وبالتالي الأحزاب السياسية التي فاتها قطار الحوارات السياسية إن صح التعبير يعني فاتها، وبالتالي الإسهامات التي كانت يجب أن تحملها إلى هذا الحوار فاتها القطار، وبالتالي هذا دائما السياسيون يحاولون أن يتفادون ويتحاشون سياسة المقعد الفارق، وبالتالي أنا أقول بأنه على السياسيين أن ينتبهوا بأن الفرصة ليست متاحة دائما لإثبات الذات، وبالتالي أعتقد أن المطالبين الآن بالحوار السياسي هم متأخرين نسبيا. إذا سنشهد يعني سباقا سياسيا غير سباق سياسي طبيعي وفق الآليات اللي موجودة، وأنا أعتقد أنها آليات معقولة معقولة في الوقت الراهن. نعم دكتور، الانتخابات الرئاسية القادمة تجمع جميع الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية على أنها انتخابات شبه استثنائية، لأنها تنهي عهدتين رئاسيتين لأول مرة يتم الالتزام بها لعدد العهد الرئاسية مثلا. إذا من خلال هذه النقطة، ما هو استشرافكم لمشهد يعني لمشهد ما قبل رئاسيات 2019؟ بالتأكيد أن رئاسيات 2019 هي رئاسيات انتخابات محورية ومسار حقيقي ستأخذه الدولة والسياسة في موريتانيا جديد، نظرا لما ذكرته بأنه هناك انعطافة أساسية في التاريخ السياسي الموريتاني، وهو هذا التبادل على السلطة الذي سيصبح إن شاء الله هو القاعدة، بأن ينسحب رئيس ويأتي رئيس، هذا مهم في التاريخ السياسي الموريتاني. أعتقد بأن السباق سيكون، لكن هل هو سباق تنافسي حاد؟ هذا بالتأكيد أنه سيعتمد على قدرة المعارضة على اختيار مرشحين قادرين على خوض الصراع والمنافسة بشكل جدي في مواجهة مرشح النظام القائم الآن الذي يعتبر نفسه بأنه سيستمر من خلال المرشح الجديد، وبالتالي على المعارضة أن تختار المرشح المناسب. شكرا الدكتور أنان وللمامي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم كنت معنا في هذه النشرة. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولجاي أن نسب الفقر في موريتانيا تراجعت من نسبة 42% المسجلة عام 2008 إلى 31% عام 2014. جاءت كلمة الوزير إلى تقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، نشوف الخطوات اللي قطعت موريتانيا بهذه الأهداف، ونشوف النواقص اللي خاصة منها، ونشوف اللي تجربتنا الوطنية اللي كان نعود في المنتدى العالمي رفع المستوى، نعود اللي نعطوا تجربة موريتانيا في هذا الميدان. نفيد ونستفيد، هذا هو الهدف من هذا التقرير، هو طوعي معدلة موريتانيا باختيارها لتقيم مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلاد. رغم تثمين عدد من ناشطي المجتمع المدني للترسانة القانونية التي تم استحداثها لحماية حقوق المرأة والطفل، إلا أن المطالب تزايدت مؤخرا بضرورة عدم التساهل أو التسامح مع من يسجل في حقهم أي نوع من الممارسة الضارة بالمرأة والبنت. محمد أعمر بلو. وجاءت النسوة من كل أرجاء العاصمة نواكشوط لأن الأمر يخصهن كلهن، ولتخبر الحاضرة الغائبة أن 6 فبراير هو اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا إزاء خفاض البنات.
الظاهرة التي تنتشر في المجتمع الموريتاني، والتي بدأت الدولة في الحد منها بوضع استراتيجية كي تصل إلى صفر حالة خفاض في سنة 2030. لقد حددت المنظومة الدولية يوم 6 فبراير يوما عالميا لعدم التسامح مطلقا مع ممارسة الخفاض، وجعلت في صدارة أهدافها للتنمية المستدامة محاربة جميع المسلكيات العنيفة ضد المرأة بما في ذلك خفاض البنات. لذلك لا تستغرب أن تحضر 250 فتاة تمثل كل واحدة منهن أسرة موريتانية تعرضت ابنتها للخفاض أو سمعت أن نسبته تجاوزت في بعض المناطق الموريتانية 67%. ويعتبر الجنوب الموريتاني أكثر المناطق تفشيا للخفاض نتيجة قربه من جارة السنغال، إحدى الدول المعروفة بهذه الظاهرة التي يقول الفقهاء إن ضرها أقرب من نفعها. بعدما اكتشف الأطباء لأن هذه الممارسة أنها خطيرة جدا، وهي في سلم الشرع أصلا لا تصل، ليست واجبة وليست سنة مؤكدة، إن على الأقل في المذهب المالكي هي مجرد مكرومة، يقولون مكرومة. هذه المكرومة وحتى لو كانت واجبة، عندما أظهر الطب أن فيها مخاطر كثيرة على الصحة أصبحت الآن ينبغي أن تترك. ينتشر الخفاض أو ختان البنات في موريتانيا باعتباره ثقافة دينية حسب السكان، وبدأت هذه المسلكية تتناقص في الآونة الأخيرة، إلا أن البعض ما زال متشبثا بها كعادة لا يجب التخلي عنها، فيما تراها منظمة الصحة العالمية تشويها وتعذيبا للمرأة وانتهاكا لحقها في أن تعيش بجسد مكتمل وصحة جيدة. محمد عمر بلول، السهل تي في، نواكشوط. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. صنف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للغاز EGE موريتانيا في المرتبة 6 من أصل 24 من المشاريع الجديدة المقترحة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال عن طريق المنصات العائمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.6 مليون طن سنويا. واحتلت موريتانيا هذه المرتبة في فقرة منصات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العائمة ضمن تقرير الاتحاد الدولي للغاز حول الغاز الطبيعي المسال لسنة 2018، وجاءت السنغال في المرتبة 11 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.3 مليون طن سنويا. باتت الهواتف النقالة تفرض لنفسها مكانا رئيسيا في الحياة اليومية للموريتانيين نظرا لما توفر من خدمات مختلفة، ويرى مراقبون أن هذا الإقبال يوازيه ارتفاع في الإنفاق على الخدمات التي يصل حد التبذير. من جهة أخرى توجه من حين لآخر انتقادات لموفري خدمات الاتصالات التي تطالب بضرورة تحسينها. عبد الله الناهي والتفاصيل. بات هذا المشهد مألوفا في الشارع أو على أبواب المدرسة، يحتل الهاتف قائمة الأولويات ويحظى بقسط وافر من الاهتمام لدى الجميع، وهو ما يعني زيادة في الإنفاق على خدمات الاتصال والإنترنت قد تصل حد الإسراف. الحق الدار فقيرة، وهي عندها دار يعود 5 6 والله 6 مراجن في الدار، كلها مرجن واحد وكل لازم عليه من رصيد واحد، وهذا وينعكس على الأسرة يضعفها. بالأسرة والله لم قدت عندها هاتف يقاري الشاشة المرهقين، حقيقة الرقاش أعطاهم هاتف مع لأنه عاد زايدة للإنفاق. أنت عندك أسرة في أسرة واحدة ويالتوين يوقف لأنه فيه سلبية للمجتمع.
ثلاث شركات للاتصال في موريتانيا تتنافس على تقديم خدمات الاتصال والانترنت للمستهلك، خدمات تثار حولها الكثير من نقاط الاستفهام وتزداد المطالب بتحسينها. يعطوا يزيدوا الشبكات ويعطوا اللي يديروا تقويات في المقاطعات كيفوا ويضاعفوا هذا قضية كونكسيو هذه بونيس هذه وذا الشيء يزيدوا ما يتمم اللي حدوا الوقت معين ما يفرقوا الزبون يسحبوا منه ياك ياسم الناس يعدلنا مات يعني تم تحسن خدماته بلا دائما واحد يعدل كونكسيو فترة محددين ما يوفي يسحبوا منه ياك من المسائل اللي ما مسائل السلبيات في كونكسيو دائما الناس تعاني منها. لا تتوفر أرقام رسمية حول مستخدمي هذه الخدمات في موريتانيا، لكن لا يحتاج المرء لكثير تدقيق ليلاحظ حجم الإنفاق على الهواتف، إنفاق يقول البعض إن الخدمات التي توفر مقابله لا تلامس سقف المطلوب دائما. عبد الله للنهاية السحلتي في نواكشوط. أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو أن الرئيس البنيني السابق ياي بوني يترأس بعثة مراقبيها للانتخابات السنغالية المقرر إقامتها في 24 من الشهر الجاري، على أن تنتهي الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات قبل التصويت بيومين. وكانت الحملة الدعائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في السنغال انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، حيث يتنافس على كرسي الرئاسة خمسة مرشحين هم ماكي صال وعثمان سونغو وماديغي نيانغ وعيسى صال وإدريسا سيك. نختم أخبار الساحل تذكير بالعناوين. بعد دعوات مطالبة بحوار سياسي يمهد للاستحقاقات الرئاسية، هل الأرضية جاهزة لحدوث أي تقارب بين أقطاب المشهد السياسي؟ الحكومة الموريتانية تؤكد تراجع نسب الفقر في مؤشرات الاقتصاد الوطني. حراك رسمي ومجتمعي لتشديد العقوبات ضد الممارسات العنيفة والضارة بالمرأة. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، تحية وإلى اللقاء.